الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، مرة ثانية نتحرك لشوط آخر وهو الشوط الثاني في مجموعة الأشواط خصص لفئة الأبكار لإذاع المهجنات الأصايل بشعارات أصحاب السمو والشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل. المسافة هي 5 كيلومترات، نتابع فيها الإثارة، نتابع فيها التحدي. على البركة نبدأ مع منحاشة لمحمد بن راشد بن سالم بالقوم، من يقدم منحاشة بالمركز الأول اللي تليها مباشرة على المركز الثاني الشاهينية لهج الند الشبا، وسالم بن سعيد هو المضمر. المركز الثالث يرى شعار خليفة الرميثي أو علي بن خليفة الرميثي بالمركز الثالث، من يتقدم في هذه الجولة الرئيسية ويقدم أيضا ناصية المركز الرابع، فهنا جبار محمد العبيد بالطبيعة. أما المركز الخامس فتأتي شوائين خليفة بن راشد بن سرداح. المركز وين؟ المركز السادس مع الشعار الأصفر، مع الشعار الأصفر يقترب من دائرة المقدمة اللي هي مزنة، اللي هي مزنة علي بن عتيج بن خفية. الله الله الله، عنده حركات جميلة، عنده حركات جميلة، راقبوها كيف 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 تطلع 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 وتنزل تنزل تنزل. حلوة الحركة، حلوة حركة الناموس هذه، هذه ضد الهواء، لوم الهواء والجاذبية مخطر عليها تصعد صعود. ناخذ المركز السابع ونشوف اللي في المركز السابع، فهنا شواهين الخليفة بن مفرح بن بليشة، من يقدم شواهين بالمركز السابع. والمركز الثامن المركز الثامن الشايبة وصالح بن حمد القمرة. مرحبا يا القمرة، وصلت وشرفت وشاركت، ونحن مباركين ومشاركين أيضا ومباركين لهذا الشعار. نقلة تالية إلى المركز الثامن قلنا أو التاسع، المركز التاسع لهج الند الشبا بقيادة سالم بن سعيد. والمركز العاشر هذا شعار هجن الرئاسة، شعار هجن الرئاسة، أو نشوف اللي في المركز نعم لهجن الرئاسة. هذه مشاهدينا أحمد بن مايد بن مطر الخيالي مع التضمير، هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. نحن نتابع ونشاهد ونراقب هذا التجمع، هذا التجمع اللي في المقدمة، التجمع اللي في المقدمة. يا سلام، المنظر جميل، المنظر جميل، ورسمات لوحة تراثية جميلة في عمق الميدان. أشوف وأرى أيضا جبارة هي من غيرت النتيجة، غيرت النتيجة، ولكن حركات، حركات من الجانب الآخر. هذه سمها يا بن خفية، سمها حركات، سمها حركات، لأن حركاتها يعني تدلها جميلة حركاتها. شوف شوف، الله الله الله، تبغي متابعة، تبغي أيضا مراقبة، اللي هي مياسة أو مزنة، مزنة مزنة العلي بن عتيج بن خفية. المركز الثالث لهج الند الشباب بقيادة سالم بن سعيد. أما المركز الرابع، المركز الرابع أقول هني تتقدم منحاشة لمحمد بن راشد بالقوم، من ياخذ منحاشة إلى المراكز الأولى. والمركز الخامس، منصورة يمعه بن محمد بن جبر المهيلي. هذا أمس خذ نقطتين، واليوم مشارك ويبحث عن نقطة ثمينة في مركاض الإذاع. المركز السادس، الشايبة صالح بن حمد القمرة هو من يقدم الشايبة، هذه في عز شبابها، وليست بشايبة، هذه اللي تسوي هذا الأمر وتسوي هذا الرقص. أما المركز السابع، الله، هني الخوف، من شعاع. آه يا شعاع، تشعلها أشعة الشمس وتشعلها أيضا فوز وناموس، وهي تتقدم بشعار مطر بن عبيد بن محمد بالطبيعة. والمركز التاسع شواهين خليفة بن راشد بن سرداح. أما المركز العاشر لهجنة الرئاسة بقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى المتقدمة في
هذا المسار وفي هذا التحدي. يا سلام على التحدي، يا سلام على التحدي، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. خذوا هات، خذوا هات، عطني وبعطيك، عطني مركز وبعطيك مركز، عطني يا الله. مثل ما تشاهدون، مثل ما تشاهدون منصورة المهيري، منصورة المهيري على الصدارة وعصاها في الابطان. وينك يا حركات؟ نبغي الحركات اللي تفرج هناك. ايوه ايوه، هذا هي نزله وطلعه ونزله وطلعه، ونبغي الطلعه الاخيره تكون عند خط النهايه بالمركز الاول. هذه اللي في المركز الثاني، هذه حركات جميله. مياسه مياسه مياسه، او مزن العلي بن عتيج بن خبيه. والمركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث، الشاهينيه لهجن ند الشبا بقياده سالم بن سعيد. والمركز الرابع اقول من حاشد محمد بن رائد بن سالم بالقوم. وصلت شعاع، وصلت شعاع، هذه اللي حذرنا منها، هذه اللي قلنا لكم احذروها. يت وصلت، 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 خذتكم بشراع ومداف، بتاخذكم بشراع ومداف اذا حركات ما عندها اي كلام اخر. نشوف هنا ايضا القمره، القمره ايضا يتقدم مع الشايبه. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء. وين الناموس؟ وين؟ وين الناموس؟ هل هو بيبقى عند هالهباب ولا بيغادر؟ بيغادر، بيغادر الى المهيري، ولا بيذهب الى زعبيل، ولا بيذهب الى نزوه عند بضبيعه؟ هذه شعاع، وصلت شعاع، وصلت الشاهينيه لهجن ند الشبا، ووصلت ايضا مزنه بن خبيه. وهني ايضا تتقدم اللي منصوره، منصوره اللي مع ابن محمد المهيري. هذه الاسماء، هذه الاسماء، هذه الاسماء الحاضره، الحاضره، المتواجده، القوه الطاحنه في هذا الشوط. يا سلام، اربع في موقع واحد. يلا 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 يا ابن خفيه، الميدان ميدانك، الميدان ميدانك، دافع عن الميدان، دافع عن الميدان بكل ما استطعت من قوه. الله، شوف لي الخامس، شوف لي اليوم للواريه، شوف لي اليوم لعلي بن سهيل، علي بن سهيل، علي بن سهيل، وهجن الرئاسه تهاجم، وهجن الرئاسه تهاجم. نشوف الواريه، 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 العلي بن سهيل المهيري هو من يتقدم. ولكن يلا يا مزنه، يلا يا حركات، روحي روحي روحي، نبغي الحركات الاخيره، الحركات البهلوانيه. وانتو 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 وانتو، روحي روحي. ايوه ايوه، الصراع 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 الصراع، عندك عندك يا حلوه يا جميله. الله الله، حركات المباراه، حركات التحدي، والله انها لعبتهم، لعبه حركات، حركات سوت لهم بالفعل جميله، بالفعل مزنة، بالفعل الناموس إلى الهباب، بالفعل الناموس، الناموس، الناموس. عبد العتيج بن علي، العلي بن عتيج بن خفية، تهانينا. والناموس المركز الثاني للمهيري الثالث، لجنة الرأس الرابع لعبيد محمد بضبيعة الخامس، اللي هي الوارية لعلي بن سهيل بن بطي المهيري. تهانينا والناموس. التوقيت كم؟ 8 دقائق وفاء وكمالا وتماما، هذا هو التوقيت.